صباح الخير، نهاركم جميل. إذا مداخلة جديدة بعنوان التكنولوجيا التعليمية من منظور بيداغوجي مركز، وقدم طلب وضع طرق تربوية جديدة يتطلب تدخل الأدوات في ممارسة فعالة والتي تمنحها بشكل نهائي هذه المنفعة البشرية التي لم يتم تسجيلها بالضرورة في تعليماتها الفنية للاستخدام. تطوير ممارسات تعلمية جديدة وتصميم أساليب وأنظمة تعلمية جديدة وابتكار طرق جديدة للتدريس وصياغة خطط تشغيل جديدة للعمل للتربوي وتدريب المعلمين، وبالتالي فإن هذا هو الشرط الصعب ولكنه ضروري لتخصيص حقيقي من قبل مدرسة تقنيات الاتصال الحديثة، خاصة في الجوانب يعني البيداغوجية التعلمية. من المرجح أن تزود تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة المعلمين بأدوات جديدة لتعزيز تعلم الطلاب، كما أنها تمثل إمكانية جديدة لإعادة التفكير بشكل شامل في الأهداف والمناهج التعلمية. وبهذا المعنى فإن ما يسمى عموم تكنولوجيا التعليم يتضمن بالفعل في منطقه الخاص مطلبا لإعادة تعريف عملية التدريس. لا توجد أداة تربوية لا تنتج تأثيرات في المقابل على المربي ولا تلزم مراجعة تصوراته وممارساته. لتلائم عمل أداة ما لأغراض تعلمية، من الضروري معرفة الوظيفة التعلمية التي من المحتمل أن تؤديها، ومن ثم الحاجة إلى معرفة كيفية تحليل وإضفاء الطابع الرسمي على ما يتم معالجته. تؤدي الرغبة في دمج التقنيات الحديثة في الممارسات التعليمية إلى إعادة تعريف العلاقة بين الوسائل والأهداف التي تفرضها هذه الممارسات مسبقا. باختصار، إعادة تعريف تنظيم الفعل التعليمي ذاته. إن فرضياتنا هي كما يلي، أو أطروحتنا أو القضية التي ننطلق منها أو الفرضية التي ربما ندافع عنها. دمج التكنولوجيا في التعليم يعني تحويل المنظمات والممارسات التعليمية، ويجب فهم المشاركة بهنا بمعنى أقوى أو بأقوى معانيه. هذا يعني أن التكامل يثير التحول، وكان في نفس الوقت يفترضه كشرط ضروري. لن يستوعب نظام التعليم التقنيات الجديدة إلا إذا جدد نفسه، ومن ثم فإن منطق التكامل التحويلي هذا افتراضي فقط، فهو ليس استنتاجيا بل جدليا. من أجل التطوير فإنه يدعو إلى استراتيجية كاملة للابتكار تعتمد على مفهوم معين للرسوم المتحركة التربوية، من خلال استهداف تجديد ممارسات التدريس وممارسات التدريب. يمكن للرسوم المتحركة أن تجمع الشروط اللازمة لتكامل وسائل الاتصال الجديد من أجل تطوير جميع إمكانياتها التعليمية. لا تمتلك أحد الوسائل التكنولوجية في الواقع القدرة على تعديل أنظمة التدريس أو التدريب التي نريد إدخالها فيها، ومع ذلك لن يكون هناك سوى تكامل حقيقي لوسائل الإعلام الجديدة بشرط اختراع طرق تربوية جديدة قادرة على دمجها، أي التربية التي سيتم التفكير في مبادئها وطرق تنظيمها وفقا للإمكانيات الأصلية التي تشكلها هذه الوسائل. نبدأ بتكنولوجيا التعليم، محاولة لتعريف بشكل عام. يمكن تعريف تكنولوجيا التعليم على أنها دمج تكنولوجيا في التعليم. من المؤكد أن هذا الافتراض يمكن أن يأخذ معاني مختلفة إلى حد ما وفقاً لوجهات النظر التي نقع فيه. سوف نميز هنا ثلاث معاني رئيسية يبدو لنا أنها لا تتوافق فقط مع المناهج المختلفة ولكن أيضاً مع مستويات التكامل المختلفة. أولاً، المعنى الأول، تشير تكنولوجيا التعليم إلى مختلف الأدوات والعمليات والوثائق والمواد الداعمة التي يستخدمها المعلمون والطلاب للأغراض التعليمية. تعلق الأمر هنا بإدخال في سياق تعليمي مجموعة كاملة من الوسائل والأجهزة التقنية القادرة على إثراء التدريس ودعمه. نحن نفكر بشكل أكثر تحديدا اليوم في التطبيقات الممكنة للتقنيات الجديدة لتسجيل المعلومات وتخزينها ومعالجتها ونشرها في مستوى السمع البصري والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. وسائل الاتصال الحديثة هذه التي نعتقد أنه يمكن وضعها في خدمة العمل التربوي ويمكن استيرادها إلى البيئة المدرسية، حيث تعرف طرق مختلفة للاستخدام، أكثر أو أقل ثراء، أكثر أو أقل سيلة. هذا ما يمكن تسميته التكنولوجيا في التعليم أو تكنولوجيا التعليم. المعنى الثاني، إن تكنولوجيا التعليم هي دراسة الطرق المختلفة لترتيب وتعبئة جميع الوسائل المتاحة بمختلف مستوياتها لنظام تعليمي لتحقيق أفضل الأهداف التي يحددها بنفسه. تعتبر المؤسسات والأوضاع التعلمية هنا مجموعات فنية، أي كمجموعة محددة من الموارد البشرية والمادية التي يجب زيادة تماسكها وكفاءتها بهدف
تحقيق أهداف تعلمية محددة. هذا ما يمكن تسميته بالمعنى الدقيق للكلمة تكنولوجيا التعليم، والتي تهدف إلى تحليل وتحسين الأداء العام لنظام التعليم أو التدريب، ولا سيما من خلال السعي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. يتم تعريف تكنولوجيا التعليم هنا على وجه التحديد على أنها تطبيق منهج تكنولوجي للتعليم. هذا المنهج المستوحى من المنهج النسقي منظومي، ليس مجرد وصف تفسيري، فهو ليس التعبير ذاته عن تكنولوجيا التعليم. المستخدم صيغة المفرد أو الجمع مصدر العديد من سوء الفهم، ويقتصر على إعداد جرد للموارد الموجودة، بل هو أيضا توجيهي وحتى استشرافي. يمكن أن تعزز دخول الابتكارات التكنولوجية إلى نظام التعليم من خلال تهيئة ظروف التنسيق اللازمة للتأقلم معها وتطويرها. على عكس المنهج السابق، فإن التكنولوجيا التعليمية المفهوم بهذا المعنى تتطلب رؤية شاملة، أي وسيلة تقنية جديدة تنطوي على إعادة تنظيم النسق الذي يتم إدخالها فيه على أي مستوى يعني جذري. نرى أنه لم يعد السؤال هنا يتعلق بالبدء من مادة جديدة يتم إدخالها في إطار عمل لا يتم التشكيك فيه في حد ذاته، ولكن تحديد نتيجة يتم تحقيقها فيما يتعلق بما سيتم دمجه فيه بينما برقم معين من الوسائل المتاحة لنا. المعنى الثالث أن تكنولوجيا التعليم هي مفهوم معين للعمل التربوي. بعد تكنولوجيا الوسائل الموضوعة في خدمة التعليم، بعد تقنية المؤسسات التعليمية التي يجب إدخال هذه الوسائل فيها، هي تكنولوجيا التعليم تتحدث بشكل صحيح، أي تكنولوجيا التعلم أو عملية التعلم. يعني من الضروري بالفعل تصور أن التعليم بحد ذاته هو تقنية، وأن المعلم والمدرب هم تقنية التعليم تعلم وصانع المواقف التعليمية. أن التدريس يعني بناء بيئة تعلمية للتلاميذ والطلاب، ولإنشاء أجهزة لا تتمتع بخاصية التدريس ولكن تمتاز بتمكين الناس من التعلم. سلوك التربوي المسؤول عن الأهداف التي يضعها لنفسه والوسائل الجوهرية التي يمنحها لنفسه لتحقيقها ليس سلوكا سحريا، قصيدة تربوية متصورة في ذهن الأستاذ، لذلك كان واضحا وجديرا بالثناء. لا يمكن أن يكون يكفي لإعطاء نتيجة معينة عند التلميذ بالسحر الوحيد للفعل. عرض المعلومات لا يعني استيعاب هذه المعلومات. من مشروع تعليم إلى تحقيقه هناك طريق طويل نقطعه، وهو طريق الطالب وليس طريق المعلم. مهما كانت قيمة المحتوى الذي يتم تدريسه وأساليب التدريس، لا يمكن إنشاء مسارات التعلم إلا من قبل الطلاب أنفسهم، كل طالب لنفسه. لا يمكن استنتاج نتائج الطالب من انتقال المحتوى من قبل المعلم، ولكن لذلك لا يكفي أن تعرف من أجل معرفة كيفية الإرسال. يمر نقل المعرفة من خلال مراحل التكنولوجية حتى دون مساعدة من الدعم السمعي البصري أو آلة التدريس. بالمعنى الدقيق للكلمة، لن تنتقل المعرفة بل تكتسب، تبنى بالوسائل المتاحة لها. يمكن للمعلم فقط إنشاء سياقة تعلم وظيفية أكثر أو أقل بشكل أو بآخر، التشغيل التعلم. لا تكمن تقنية المعلم في منطقة التعرض التعليمي، ولكن في تنفيذ المواقف التي تسمح بالتقدم وتنظيم تعلم الطالب. أن الرغبة في دمج وسائل الإعلام في النشاط الأنشطة تعني الأنشطة الفرقية أو الصفية، تعني تصور علم التربية من منظور الوساطة، من ناحية رأس المال الثقافي للمعرفة والقيم للمجتمع، من ناحية أخرى تجربة الفرد الذي لديه طرقه الفريدة ورؤية وشعور والتفكير. يجب على المربي إنشاء مساحات وسيطة. البيداغوجيا هي تقنية الوسطاء بين النظرية والتطبيق. بعد ذلك نأتي إلى نقل التعليم القسم الموالي. تمثل هذه المساواة الثلاث لتعريف تكنولوجيا التعليم مناهج ومفاهيم مختلفة لإدخال التغيير في التعليم. المستوى الأول، نحن مهتمون بشكل أساسي بتحديث الأدوات التعليمية حتى لو كان ذلك فقط لجعل المدرسة منسجمة مع التكنولوجيا الموجودة خارج المدرسة. بالمعنى الدقيق للكلمة، نحن لا نبحث عن تحول التعليم، لا يسعنا إلى أن نأمل أن يأتي من تلقاء نفسه تدريجيا كتأثير ناتج عن الوجود المادي لتقنيات جديدة وكاستجابة لنداء الحداثة الملح. هذا المنهج الأول للتكنولوجيا التعليم غير كافي بشكل مضاعف، إنه يتوافق مع حد أدنى من التكامل لا يأخذ في الاعتبار السياقات المؤسساتية
أو المنهجية التعلمية. أظهرت التجارب مع الإدخال العارضي للوسائط السمعية البصرية في التعليم أنه لا جدوى من إدخال وسائل جديدة في نظام تظل قيودها التنظيمية دون تغيير وتكون قدرته على الاستيعاب مشبعة بسرعة. نحن نعلم أيضا أن معظم المشكلات التي يطرحها استخدام التقنيات السمعية البصرية في منهج تربوي ليست مشكلة تقنية ولكنها مشكلة تربوية. غالبا ما ينشأ نقص الاستخدام الذي يتم استنكاره من عدم التوافق بين نوع التدريس الذي يمارس والأداة التي يحاول المرء تقديمها. سواء كان الأمر يتعلق بالسياقات أو المناهج التربوية فإن الخطأ على أي حال هو الرغبة في إدخال تقنيات أكثر مما يمكن لنظام تعليم استيعابها في طريقة عملها الحالية. الرفض، صعوبات التوظيف المواد المعنية، مباني غير مناسبة والفقر وتهميش الاستخدامات هي النتائج الواضحة لمفهوم تقني ضيق للابتكار. في المستوى الثاني نطور موقف أكثر اتساقا يسترشد بمطلب الصرامة والكفاءة. هذا المنهج الثاني لتكنولوجيا التعليم هو منهج اندماجي يترجم الاهتمام بدمج الوسائل وفي وحدات وظيفية متماسكة. مثل أي نظام تخضع المدرسة لقوانين توازن داخلية تعارض مقاومة التغيير. لا يمكن إدخال وسائل جديدة داخل الأطر وخطط التشغيل التي ستبقى دون تغيير. لذلك فإن التحول من وجهة نظر هذه ضرورة. لا يمكن أن يكون هناك مقدمة إذا في أي ابتكار هو بالضرورة إعادة هيكلة. يجب أن نسعى لفهم سبب صعوبة استيعاب تقنيات الاتصال الجديدة في المدرسة. إن إدخال هذه التقنيات الجديدة في المدارس بهدف جعلها جزءا لا يتجزأ من التعليم يتطلب إعادة التفكير في المدرسة وتقاليدها وبنيتها المعمارية وموادها وقواعد عملها وجداولها الزمنية وبرامجها وأساليبها وأنماطها ومعايير التقييم الخاصة بها. باختصار جميع منظماتها المكانية والزمنية بالإضافة إلى سمات ووظائف موظفيها. ثالثا المستوى الثالث يمكن تصور بيداغوجيا على أنها في حد ذاتها عملية تدمج التقنيات. يعمل هذا المنهج عكس يعني وجهة النظر من خلال جعل التكنولوجيا ليست ما يجب إدخالها شيئا فشيئا في التعليم من أجل إجراء تحسينات مفيدة ولكن ما يسمح من خلال التحليل وإعادة تعريف الممارسات التعليمية بتحديد أجهزة التدريس ودوائر التعلم المحتملة أن يتم توضيحها وإضفاء الطابع الرسمي عليها وتحقيقها في كلمة واحدة لتكون تكنولوجيا. وجهة النظر هذه ليست من الضروري استيراد التكنولوجيا التعليمية من الصفر إلى البيداغوجيا فهي موجودة بالفعل كتقنية لعملية التعلم وأنماط التشغيل. ومع ذلك لا تزال الممارسة التربوية الحالية تقنيات رديئة للغاية ليست بسبب عدم كفاية الأدوات أو سوء استخدامها ولكن بسبب الطبيعة غير متسقة وغير منظمة لمراقبتها. يجب أن يكون المعلم على استعداد ليصبح تقنيا لممارسته الخاص. أن التحول التدريجي لممارسة التدريس هو الذي سيحدد المكان والوظيفة التي ستكون آلات التدريس قادرة على القيام بها هنا. من اللجوء إلى لغات جديدة والرغبة في استغلال جميع الموارد التعلمية التي تخفيها الصورة تفترض مسبقا أن التدريس لا يظل نشاطا لفظيا في الأساس. يعتبر إدخال جهاز التسجيل في الفصل منطقيا فقط عندما اعتمادا على أنشطة الاستماع والتعبير فقط فيما يتعلق بمواقف الاتصال التي وضعها المعلم. يتم استغلال الإمكانيات التي يوفرها مسجل الفيديو في تدريب المعلمين بالكامل فقط في تصوير يركز على التدريب على البناء والتحليل من قبل المعلمين أنفسهم لتجاربهم التربوية تتطلب استخدام الكمبيوتر إضفاء الطابع الرسمي على عمليتي التدريس والتعلم التي نريد أن نديرها. لذلك فإن التجديد البيداغوجي هو الممر الإجباري للابتكار التكنولوجي. فقط من خلال إدخال الصرامة والعقلانية في العمل التربوي يمكننا أن نأمل في الدمج التدريجي لمساهمات تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة. نحن نرى أن الظروف الحقيقية لدمج التكنولوجيا في التعليم لا يمكن العثور عليها في درجة الصقل التكنولوجي للأدوات المقدمة ولكن في تصميم الممارسات الجديدة التي تعطي مكانها للأدوات التي يتم تقديمها. لا يمكن استخدام بيداغوجيا إلا إذا تم اعتباره نشاطا تقنيا في الأساس ولأنها تقنية فهو يطلب من المعلم تنفيذ التقنية باستخدام وسائل مختلفة ولغات مختلفة ولأنها تقنية يجب أن يعرف كيفية تنفيذ التنظيم الوسائل وتسلسلات العمل الأنسب للهدف المنشود. أن تصور التعليم كتقنية للتعلم البشري وإعطاء نفس أفضل فرصة لدمج الإمكانيات التي توفرها تقنيات الاتصال الجديدة وفقا لمتطلبات الاتساق والعقلانية التي تفرضها التكنولوجيا. لأن طرق تربوية جديدة المفهوم القائل بأن المنهج التربوي هو في حد ذاته منهج تكنولوجي ينطوي
على تعريفة جديدة لوظائف وملامح المعلمين، لا يقتصر دور تكنولوجيا التعليم في رأينا على توفير وسائل تعلمية جديدة ولا حتى تحديد الظروف المثلى للاستخدام كما حددناها، لا تقتصر التكنولوجيا التعليمية على تقديم مجموعة أكثر ثراء من أنماط التشغيل للمعلمين فحسب، بل هي قبل كل شيء وبشكل أساسي طريقة جديدة للتفكير في البيداغوجيا وبالتالي التدريب في التكوين. القضية الأولى التفكير في البيداغوجيا من حيث التكنولوجيا، يعني أولا قبل كل شيء الانتقال من حالة التدريس إلى حالة التعلم. من الضروري تحديد الفعل التربوي من وجهة نظر النتيجة المراد تحقيقها أو من وجهة نظر الطالب الذي يتعلم وليس من وجهة نظر المعلم الذي يكون دوره محدودا لتهيئة الظروف لنجاح الطلاب لخلق سياقات تعزز تنمية شخصيتهم بكل مكوناتها الإدراكية والحسية والنفسية الحركية والعاطفية والاجتماعية. هناك العديد من مسارات التعلم بقدر عدد الطلاب، وبالتالي فإن التفرد اللازم لسياقات التعلم هو نتيجة طبيعية للاقتراح السابق. والنتيجة الطبيعية الأخرى هي أن التعلم هو بناء نشط وأصلي وبنية تقدمية للشخصية، لا يصعب الطفل مساهمات الثقافية والمعرفية إلا من خلال إعادة تنظيمها وفقا للأنماط الشخصية في يعني في التفسير والاستدلال. للقيام بذلك يجب أن يكون قادرا على استخدام مجموعة متنوعة من اللغات وأنماط التعبير الممكنة دون أن يفرض مسبقا طريقة واحدة لتقسيم تجربته وتدوينه. القضية الثالثة النتيجة الرئيسية الأخرى لهذا المنهج التكنولوجي هي محاولة إدخال موقف تجريبي فيما يتعلق بالممارسات والمواقف التعليمية والتي تنفذ العديد من الفرضيات التي يجب أن تخضع لموافقة الواقع. ليس فقط في نهاية العمل أن أنه يجب عليه قياس التقدم الذي أحرزه الطلاب، ولكن أيضا في التقدم الفعلي للإجراء من أجل مراقبة تقدمه باستمرار وإجراء التغييرات اللازمة. بصفته تقنيا يجب أن يسعى المعلم إلى وضع نفسه في مجال ما يمكن ملاحظته وقابل للتشغيل قابل للتقييم من بين مجموعة كاملة من الوظائف المعقدة، يقوم بأداء مهام ليس مختلفة عن تلك التي ستتمكن تكنولوجيا التعليم العديدة من القيام بها يوما ما عند دعمها. النتيجة الطبيعية لهذا الاقتراح هي أن المعلم يجب أن يحافظ على موقف ثابت من البحث والاختراع فيما يتعلق بممارسته وعمليات التعلم للطلاب، إنه لا يعيد إنتاج عملية مجربة مختبر، ولكنه يخضع بصبر لتجربة كل مجموعة فرضيات العمل التي يجب أن يتخيلها خيالها التكنولوجي. سنضيف نتيجة طبيعية أخرى يجب بموجبها على المعلم أن يسعى لبناء أجهزة يكون فيها للطلاب أنفسهم دورهم في التنظيم الذاتي اللي يلعبوه فيما يتعلق بتعلمهم، الأجهزة العكس التي تسمح لهم بالتراجع والتحليل النشط الذي يجد المرء نفسه مشاركا فيه دون أن يعلم. يجب أن يكون الطالب أيضا قادر على امتلاك موقف تجريبي فيما يتعلق بعمله. تقدم تكنولوجيا التعليم فكرة بيداغوجيا قادرة على أن يتم تجميعها وتبادلها ومشاركتها. نتيجة الثالثة لهذا المنهج التكنولوجي هو جعل من الضروري تشكيل فرق التدريس بوظائف متباينة. إنها فكرة مربي جماعي، مجتمع تعليمي، مؤسسة تعمل في منطقة مفتوحة. من وجهة نظر هذه تعكس التكنولوجيا التعلمية تماما من منظور البيداغوجيا التقليدية في الصورة التي لا تزال حالية لمعلم منعزل يقوم بالتدريس في غلاف الفصل لمجموعة غير متميزة من الطلاب، فإنه يحل محل الفكر الأكثر وظيفية لتجميع الموارد التعلمية البشرية والمادية مما يسمح بإضفاء الطابع الفردي على التعلم. بعد ذلك اضطر العمل كفريق سيتعين على المعلمين تولي وظائف متعددة ومتكاملة، المنظمون والمرشدون والمستشارين والرسامون والمنتجون والمقيمون والمنسقون، يجب أن يهيئ تدريبهم لهذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك الطلاب هم أنفسهم مصادر التفاعل للتفاعل الذي يعزز تعلم التواصل الاجتماعي، إنهم يمثلون موارد مشتركة لبعضهم البعض. يبدو أن البيداغوجيا الجماعية هي وسيلة أساسية لها مكانها في المجموعة الجماعية للموارد التعليمية، وبالتالي يؤدي أحد خطوط تطوير تكنولوجيا التعليم إلى فكرة تشكيل أنظمة وسائط ذاتية التعلم داخل المدرسة، أي أنظمة مفتوحة منسقة متعددة الموارد التعلمية والتي لن تشمل فقط المعلمين ذوي مهاراتهم الخاصة، ليس فقط الطلاب أنفسهم بخبرتهم وشخصيتهم الخاصة، ولكن أيضا الوسائل التعلمية الأكثر تنوعا وذكريات الوثائقية والآلات. نأتي إلى القسم الخاص بتدريب المعلمين. مع تطور تكنولوجيا التعليم تتغير مهنة التدريس، تظهر أدوار جديدة، هناك حاجة إلى مهارات جديدة. من المهم أن يأخذ تدريب المعلمين هذا التطور في الاعتبار من خلال تضمين برامجهم وأساليبها البعد التكنولوجي الدقيق للتعليم
من الضروري أن يكتسب المعلمون تقنية حقيقية لا تقتصر على معرفة كيفية استخدام الأدوية والوثائق. يجب أن يتعلموا أيضا تصميم وتنفيذ المواقف التعلمية المعقدة التي تتدخل فيها هذه الأدوات بطرق متعددة. يجب أن يكون تدريب المعلمين تدريبا تقنيا بالكامل وليس فقط من ناحية المفاهيمية ومن ناحية أخرى، بالإضافة إلى معرفة المواد واللغات. يجب أن يكون تدريب السمع البصري بطريقة أوسع، تدريبا على الاتصال والتدريب على بناء المواقف والتدريب على تفعيل الأهداف والمناهج التعلمية والتدريب على تحديد السلوك وآليات التعلم، التدريب على إجراءات التقييم ومنهجيات البحث، وأخيرا التدريب على الاستشارة والعمل الجماعي. يجب أن يجعل هذا التدريب السمع البصري ليس ملعقا تربويا بل مكونا كاملا للعملية التربوية. من وجهة نظر هذه لا يمكن أن تكون تكنولوجيا التعليم موضوع تدريب مجزأ ومهمش، لا ينبغي أن يقترن بمحتوى التدريب كعنصر فائض يجب تضمينه من أجل الحديث. العكس من ذلك فهو يمثل عاملا قويا في تركيب وتعبئة المعرفة التأديبية خدمة غاية عملية. إن المنطق الداخلي هو الذي يعطي الاتساق لأجزاء التدريب المختلفة من خلال وضعها في منظور متقارب لتطبيقها في وضع تعليمي حقيقي. تهدف تكنولوجيا التعليم في تدريب المعلمين إلى ضمان تكامل الديناميك المحتوى النظري في ممارسة التدريس. ضعها في الحسبان يبدو أن مفهوم التكنولوجيا التعلمية على أنها موطن الممارسة التربوية وتدريب المعلمين بعيد كل البعد عن أن يكون فكرة مشتركة. في أغلب الأحيان يترك لنا تكنولوجيا أدوات التدريس الممكنة أي وجود مجموعة غنية من الوسائل التي نتساءل عما يمكن استخدامها من أجل، وهكذا تظهر التقنيات الجديدة في مجال تعليمي مثل العديد من الإجابات التفصيلية والعديد من الأسئلة التي لم نطرحها على أنفسنا أبدا. لكن مجرد وجود هذه الوسائل يدور على الأنماط الحالية لعمل ممارسة التدريس. تطرح الأداة السمعية والبصرية مشكلة تدعو إلى التساؤل عن الأنماط التقليدية للتربية، تعديل العلاقة بين المعلم والطلاب وتؤسس شبكة اتصال جديدة ووصول جديد إلى المعلومات وعلاقات جديدة مع المعرفة. وماذا عن أداة الكمبيوتر بإمكانياتها في التفاعل والتنظيم المستمر للتعلم؟ هل سيتمكن المعلم ضمان حدود فصلية من حل كل هذه المشكلات؟ هل سيتمكن من الاستفادة من كل هذه الاحتمالات الجديدة التي تقدم نفسها له؟ وهذا يجبرنا على الانتقال إلى مستوى آخر من المنهج، إلى مستوى آخر من التكامل، وهو مستوى وضع السياق. عندما تم تطوير تقنية المجموعات التربوية الممكنة وهي تقنية متعددة الوسائط، أتت لتصور المعلم كمورد واحد من بين مصادر أخرى باعتباره وسيطا واحد من بين أمور أخرى. هذه ليست سوى مرحلة واحدة والتي تتمثل في أحد تنظيم النظام للحصول على ترتيب أكثر عقلانية للوسائل المتاحة مع مراعاة خصائصها والقيود المتأصلة في النظام نفسه. بمجرد وضع الأداة في السياق الذي يشملها تظل المشكلة هي تحديد الوظائف التربوية المحددة التي تمارسها هناك. من الضروري إذن مستوى آخر من المنهج وهو مستوى المعالجة. تصبح الأداة مراد دمجها محللة للفعل التربوي وهو منشور يكسر لحظاتها وآلياتها، فهي تلزم المعلم بتطوير تقنيات العملية التربوية الممكنة كما يجب شرح عملية الدرس والتوسط فيها وتشغيلها. يجب أن يتم تصورها وتشكيلها كخوارزمية للمسارات التعلم. لم تعد التكنولوجيا التعلمية هي الوسيلة هنا ولا السياق، بل هي في صميم الفعل التربوي مثل قوة الفعل التي تنعكس باستمرار على نفسها، مثل السببية التي تحلل آلياتها الخاصة. إنه المنطق الداخلي للعمل الذي يسعى باستمرار إلى تحقيق أهدافه بشكل أفضل ولضمان منهجه بشكل أفضل ولتحكم أفضل في أساليب أدائه. لا تتعلق التكنولوجيا التعلمية بمنح المعلمين صندوق أدوات، إنه مطلب جديد فيما يتعلق بالتعليم وهو مجموعة من المبادئ للسلوك التربوي وهو مجموعة من الأسئلة الجدلية التي تلزمنا بإعادة تعريف ما نفعله باستمرار عندما نقوم بالتدريس. تمثل أول تحديات في إجبار المعلمين على شرح أنفسهم، أي تحديد أهدافهم وتحديدها بوضوح وإضفاء الطابع الرسمي على مناهجهم وتقييم نتائجهم. إنه مطلب الصرامة والتفسير الذي يدعو المعلمون للتفكير في ممارساتهم الخاصة، لكن النظر إليهم ليس كافيا، فأنت بحاجة أيضا إلى لفتة مبتكرة تكرر باستمرار تدعو تكنولوجيا التعليم المعلمين إلى تطوير موقف دائم للبحث والابتكار فيما يتعلق بممارساتهم. إنها ليست معرفة مكونة من أدوات وتقنيات مهنة المعلم، ولكنها منهج إبداعي لمواقف الاتصال وتطوير مستمر
لتقنيات تعليمية جديدة وحرية خاضعة للرقابة للاختراع من خلال التساؤل الذي يقدمه من خلال قوة التجديد الذي يمثله. تظهر تكنولوجيا التعليم بلا شك عامل قوي في تحريك وتجديد ممارسات التدريس. التقارب الآن ربما كخاتمة، قيل لا أنه يجب دمج تقنيات التقارب بين التكنولوجيا والتعليم، قيل لنا أنه يجب دمج تقنيات الاتصال الجديدة لتحويل التعليم، ولكن أيضا يبدو أنه لنا أنه يجب علينا أن نبدأ بتغيير التعليم بحيث يكون من الممكن دمج هذه التقنيات فيه. في النهاية بين التعليم والتكنولوجيا كيف تنظم اللقاء أو التقارب؟ التعليم هو هذا النشاط البشري البارز الذي يهدف إلى إدامة كل ثراء الماضي لدى البشر. التقنيات الجديدة بكل ثراء إمكانياتها التي لا تزال غير مستكشفة ترسم مسبقا قيم المستقبل. هل هناك لقاء محتمل إذا أردنا تضمين التقنيات الجديدة كامتداد لتراثنا الثقافي في طرق تفكيرنا في طرق تصرفنا؟ يجب علينا أولا أن نجعلها بعدا أساسيا لتعليمنا، وبداية نحاول طرقنا الخاصة في التثقيف وإعادة التفكير في طرق التدريس والتدريب لدينا، ومراجعة مفاهيمنا عن التعلم في ضوء ما تعلمناه إياه الآليات عن أنفسنا حول طرقنا الخاصة في إدراك المعلومات ومعالجتها وإيصالها. أليس التعليم والتكنولوجيا في النهاية هذا الاجتماع الرائع بين مرآة الماضي ومستقبل البشر؟ من هذا هو وهذه مداخلاتنا القوية والمميزة، يعني التي أطلقنا عليها عنوان التكنولوجيا التعليمية لمنظور بيداغوجي من منظور بيداغوجي مركز. شكرا جزيلا على حسن الانتباه، أرجو أن تكون هذه المداخلة البيداغوجية قد أفادتكم والوسائطية. إلى اللقاء في مداخلة بيداغوجية وسائطية قادمة. شكرا، إلى اللقاء.